صباح الخير فخامة الرئيس، سعيد ومبسوط ان انا واقف قدام حضرتك النهارده، ويا رب ما يقطعها عاد حضرتك ودايما وسط ولادك. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير ايتها النجمه الاميره تاليا. صباح النور. ايه الاخبار تاليا؟ انت كبرتي جدا يا تاليا. انت كبرتي جدا، بقيتي عروسه خلاص. عايزه تصبحي بقى طبعا على سياده الرئيس. طبعا. اتفضلي. صباح الخير يا سياده الرئيس. صباح النور يا جميله. حضرتك وحشتني جدا. وانتي جدا والله. ايه الاخبار؟ كويس؟ انا بخير طول ما انت بخير، وطول ما انتوا بخير، وطول ما انتوا راضيين. يا رب اللهم امين. يا رب اللهم امين. ها سيبها تتكلم، سيب تاليا تقول. هنقول كلام كتير. قول يا تاليا. ها جاهزه وصاحيه ولا هتعمليها فيا زي السنه اللي انا ما بقاش فيا اعصاب؟ طبعا ما تخافش. انا صاحيه الحمد لله، اصل انت صعبت عليا المره اللي فاتت. الله يكبر بخاطرك يا شيخه، اهو ده الكلام. فايقه يعني؟ ايوه فايقه. طب انت بقى فايق يا ابراهيم يا فايق. الله 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 الله. انت بتقفي عليا بقى كمان، خلاص بقينا نجوم ودمنا خفيف. ماشي يا تاليا، انت حر. بقول لك ايه يا ابراهيم؟ اتفضلي. انا عايزه اقول نكته. نعم. اقول نكته؟ احنا ما اتفقناش على كده، ده انا لسه بقول لك اعصابي دي توريطه. قولي وضحكينا يا تاليا. خلاص قولي، ده فخامه الرئيس بنفسه بيقول لك قولي، بس قولي نكت من اللي ينفع تتقال. ماشي. ابوس ايدك السكر. ماشي. اتفضلي. بيقول لك ليه الهرم الاكبر لونه اصفر؟ ليه؟ من خوفه. حلوه يا تاليا. اقول لك واحده ثانيه؟ الله تاني؟ بس بشرط تطلع احلى من الاولانيه. ماشي. يلا. بيقول لك مره ايس كريم وقع من الدور العاشر، عارف قال ايه؟ قال ايه؟ الحسونه. يا خبر ابيض.